جينا هنايا وقفه تضامنيه ضد الصهاينه وضد الاحتلال وضد هذا الشيء اللي كيوقع في فلسطين، وحنا كشعب مغربي ضد هذا الشيء. والصهيوني شو ما كان ما غاديش يوصل الاهداف ديالو، وحنا مع فلسطين كشعب مغربي والشعب الفلسطيني الاخوان ديالنا، وحنا دائما مستهدفين مع الشعب الفلسطيني. وتحيا فلسطين والشعب المغربي. بتشكر الشعب المغربي اللي وقوفه معنا، وقوفه مع غزة مع القدس نصرة فلسطين. أحلى بوسة من المختار مختار أكادير، إحنا في إنزقان في المغرب، أحلى وقفة. شكرا وألف تحية للمغرب من طنجة حتى القويرة. بصراحة الشعب المغربي أكبر شعب عربي حتى من الدول الإسلامية، أكبر مظاهرة اللي صارت في الرباط وبالمدن الأخرى. نتشكر المغرب، ألف تحية، تحية مليونية للمغرب. بصراحة أكثر شعب صار لي 15 سنة أكثر شعب بحب قضية فلسطين والشعب الفلسطيني. شكرا كثير وللملك وللشعب المغربي. هذه الوقفة الاحتجاجية والتضامنية مع الشعب الفلسطيني ومع الشعب الغزاوي لا يمكن اليوم إلا أن نقف وقفة إكبار وإجلال للمقاومة، ولا يمكن إلا أن نقف وقفة غضب على ما ارتكبه الصهاينة وما ارتكبه المجرمون من تدمير للمستشفى المعمداني، ومن قتل وتقتيل للفلسطينيين من أطفال وشيوخ ونساء. هذه المجزرة التي شهد عليها العالم وشهد عليها العالم وبمباركته وبدعم من أمريكا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا، هذه القوى الاستكبارية التي تتبجح بالديمقراطية وتتبجح بالإنسانية وتتبجح بالقيم الإنسانية والعالمية. هذه القوى التي اليوم أبانت عن خلفيتها وعن غطرستها وعن عدم إنسانيتها. اليوم لا يمكن إلا أن نقف وقفة رجل واحد، فالمغاربة خرجوا يوم الأحد الماضي على مستوى الرباط في مسيرة من أكبر المسيرات على الصعيد العربي والإسلامي، والتي كانت واضحة وصريحة، وتم إحراق العلم الصهيوني أمام البرلمان. لنقول وبصوت واحد، لا يمكن اليوم أن يظل هناك شيء اسمه مكتب الاتصال في المغرب مع الكيان الصهيوني ولا ممثل له. نطالب بطرده، نطالب بإيقاف جميع العلاقات إلى حين إيقاف هذه الحرب وهذه المجازر، ونعرف ذلك بعد ذلك ماذا سنفعل. لا يمكن اليوم أن يكون الغزاويون تحت وطئ القصف والتنكيل والتجريد والتجويع والتعطيش، هذه المأساة التي لم نشهد مثلها عبر التاريخ. نقف اليوم ومليار و200 مسلم، 200 مليون من المسلمين لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. وقفنا نصرخ بأفواهنا وندعو الله تعالى أن يدمر عدونا. اليوم نقول شهداؤنا في الجنة وقتلاهم في النار، شهداؤنا في الجنة وقتلاهم في النار، ولكن النهضة الحمد لله التي والهبة التي قام بها الشعب المغربي أعادت فلسطين إلى الذاكرة، أعادت فلسطين إلى الحوار السياسي والاجتماعي، أعادت فلسطين إلى الواجهة. فبعد أن حاولوا إنسانا أن ننساها، وبعد أن حاول المتصهيونون أو المطبعون الجدد والمتصهيونون الجدد على مستوى الدولة أن يثنوا الشعب المغربي عن دعمه وعن خرجاته من أجل مناهضة التطبيع وكذلك دعم فلسطين، فاليوم نقول من هنا من سوسي العالمة، لا يمكن أن نطبع مع كيان المجرم، مع كيان يقتل الأطفال ويقتل النساء ويقتل الشيوخ. المجد للشهداء، المجد للمقاومة، وتحية الجميع وشكرا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.